مدحونا سومالان احمد محمد محمود سيرانيو ويلي مدحونا كحيانك سومالان يحبنا كترسان قولي سو السيرة دا هيا عفيس كيسا كقابلي وفتي بلادونو هقامين ياغا سماها قود وزارة داري مهد دبا دادال كاس انجريس كا مستر سايمان مكدونال هيا سفير كنجريس كقابلسان سومالان يا سوماليا كولان كاني ولغا حضل ارمى كالدونا يقو ميم سنايين ارمى هاما انكادين عمان دغدا يا ارمى لحديدة دورشوين كسوماليلان كولان كاسي وحكا وربحيي افاينك مدحتو يدا سوماليلان حسين آدم عيقا دير إيساقو كالينا وحوطين مامي وفتي بالعران هو هقامين ايو اغا سيما قود وسارة داري مهد دبا دولة انجريس كا مستر سايمان مكدونال او ايو هيلسو سفير كا دولة إنجليز أو قبل سنة رماها سوماليا أي سومالان ميسيس هاريت ميتيس قدهان با حكومة وحالة قبل حالي يوفتي قاس وحالة قبل حالي رماها نمتقلية منطقة رماها دقالها إسكاشي حاجة هرومركا يقول يو قارهان رماها دور شوية قدهان دولة إنجليز كوفتي قاسو عدي وحي عربة كوفتين إني جعلالها إن دور الشدة مرة وضغط طبعا لما كان يتقبلها وكيل يتمدحون من مدى مدحون له شيء إن هدي الدنيا إنه ديب أولك تو أما يسجع وكجرو كورس جالس يدنا إنه تمدحون من مدى ديب أولك لها لكن الظروف أكل في إن لبلا بلا على كلا قالوا وتي مدحون من مدى وقت كده أي رسول بيسا وقت قاعد بيقول حمليين كأنك جالس من مدى لا يوقعتي وتي مدحون من مدى تايم كده لكن وحي جعل يستنى مرك العرب هو مفتين إن وضع بشرة برلمانك يمدحوين النمدو أي ونعكسنا له لكن سي حكومته مدحوينها يحبنا البطن وقلا وسيرة كمه وحي وفتقا وعديين إن سيدة حدا المدحوينه يالي أي كجرته تنتا قرنكا يمسل حدا وفتقنا أي أسوة شدي مدحوينها السومالي لان إن دور الشدة أقل كمدحتو يدا يقولها وكيلة دا اسكو وقت لقبتو بل سي مدحوينها السومالي لان أي أرين تاسي كاشيان كو ضروري إسمان أحمد إسمان تلفشنك عالمي غيستر مقالة هرقيسا.